تتواصل فعاليات المرحلة 19 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أطلقتها وزارة الداخلية لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وذلك تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد. المبادرة تهدف لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور، وتصل نسبة التخفيض في هذه المبادرة إلى 30% في المنافذ والشوادر والمكتبات المشاركة. تتواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، فمنذ أن أطلقتها وزارة الداخلية في 9 من الشهر الجاري لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، إلا وتشهد المكتبات والأفرع والمنافذ والسلاسل التجارية والشوادر المشاركة فيها إقبالاً كبيراً من أولياء الأمور للاستفادة من التخفيضات التي تصل نسبتها إلى 30%، وهو ما يخفف عنهم أعباء تزداد عليهم مع بداية العام الدراسي الجديد. مجرد المواطن ما بيشوف كلمة مبادرة كلنا واحد بيخش وهو ثقة إن هو ياخد أسعار مخفضة جدا، خامات كويسة جدا، خدمات متميزة مش هيلاقيها في أي مكان تاني. المبادرة عملت تخفيض كتير قوي، وأكتر من مرة نشترك في المبادرة دي وكانت كويسة جدا بالنسبة للمستهلك. جودة المعروض هنا لا تقل عن مثيلاتها خارج إطار المبادرة إن لم تكن أفضل، وتتسم بالوفرة مع تأكيد من خلال الملصقات على التخفيضات ونسبتها، ورغبة من وزارة الداخلية على توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة في كافة أنحاء الجمهورية. تم وضع أسماء وعناوين المكتبات والسلاسل التجارية والشوادر والمنافذ المشاركة فيها على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، والتي بلغت 713 فرعا ومنفذا وسرادقا. جيت علشان اشوف واتسوق واشوف حاجه المدرسه، بس الاسعار حلوه جدا على قد متناول الناس. بدره بسم الله ما شاء الله اسعارها رخيصه وكويسه وفيها تخفيضات 30%. بجد والله حاجات حلوه ومكركات كويسه وحاجات فعلا رخيصه. مصر الكبيره في كل ود وكل عصر، والكل عارف ان مصر طول عمرها اصل الحكايه. وقد جاء إطلاق وزارة الداخلية لهذه المبادرة في هذا التوقيت الذي يشهد زيادة في الأعباء الإضافية على الأسر المصرية لتوفير مستلزمات أبنائهم المدرسية، من منطلق حرص الوزارة على دعم ومساندة تلك الأسر وتخفيف الأعباء عنهم في ظل توجيهات القيادة السياسية برفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وهو ما أشاد به المواطنون. لما جيت المكتبات حسيت بفرق في الأسعار، يعني حتى التفاصيل الصغيره والحاجات الصغيره في فروقات في الاسعار كويسه. الحقيقه انا كنت جاي متوقع النهارده ان انا هدفع اكتر من كده، بس ولقيت ان الاسعار فيها خصم كبير، فانا بشكر وزاره الداخليه على اهتمامها باولياء الامور وعلى اهتمامها بينا في بدايه الدراسه. شعب وقياده وشرطه احنا وكل فرد. المبادرة متواصلة على مدار شهر كامل وفي كل محافظات الجمهورية، حتى يتسنى للمواطنين الحصول على كافة احتياجات أبنائهم من المستلزمات المدرسية بجودة عالية وبالتخفيضات المعلنة. فوزارة الداخلية مستمرة في دعمها للمواطنين في كافة المناسبات، ومستمرة في إطلاق مزيد من المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تساندهم دائماً. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر. وفرة كبيرة في المستلزمات المدرسية بكافة أنواعها تحققها مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية في مرحلتها 19، وتستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع بداية عام دراسي جديد، وهو ما تسعى إليه وزارة الداخلية مع بداية كل عام دراسي. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.